السلام عليكم. أصبحنا أبوي على شوف هالخيرات. هذا الحين كل أبوي تاج مدينة محمد بن زايد. شو الصحة إيش قايل؟ هبسح يعني سوي نشرات الحسيل وهو ما بحسيل. شكله غريب. فقلت لهم يمثثونه يحطونه، هذا هو النوع الوحيد اللي بنحطه في الفريزر. قلت لهم تريوه لين يهمد. من يروط بهالنمون يعني لا هو مرة صحة يعني تقريبا صح لكن ما بيابسه، ولأن يوم جور إن هالنمون يغدي عادي حالة يرطب، لكن هذا أتوقع إنه بيغدي زين. والعلم عند الله، حجم فنان وطعم وايد بعد فنان. هاي وحدة بعد حجمها غريب، شيء جميل بريد الخاطر. محسن البحى خلص العقد مال الفندق، مال المكان اللي هو يبات فيه. فبات هن وين دراب. يا جود مورنينج محسن باشا، صباح الخير. بنديها ما داني احس الماكينه بطه كلوز ناو. يلا صباح الخير، اخبار النوم ايه؟ زي الفل تحفه. لا صدق والله ما نمتش غير الساعة 5 الصبح. ليه؟ ما جاليش نوم. من شو يعني؟ عشان مكان جديد. هتتعود عليه. إن شاء الله. قول يا رب. يا رب. كثر الكراتين قل الرطب. وين اليوم ما ياب رطب هو؟ بس في هذا شوي هذا. هذه نادرة. لا ما بنادرة هذه. لا ما بنادر. موبايل لقيته على الفرشة. الله شو يعني سرقه مثلا؟ شو هالأمانة يعني؟ انت عارف بدون أمي أبي. موبايل لقيته على الفرشة. أوكي وأنت حطه في شنطتك ليه؟ لما قمت صحيت حطيته في شنطتي عشان أديهولك. ما كنت تحطه على الطاولة يعني؟ يلحق علي مثلا عشان أديهولك. يا ربي نفسي أصدقك يا محسن. مش قادر. انت اللي جايبه لك. اوكي لا انت لو كنت سادي كنت لقيته يا خالد حطيته على الطاوله. انا نزلت قمت بقول لك عشان اخد دش واحط حطيته في الشنطه معايا. قلت لما كده اقدر. الله العظيم. معايا ايفون يعني اوصل ده. مش عرفني ما ابغى البن عنك. لا لا مش واقف معاك. اليوم الله يحفظكم من الصبح وانا حاط في بالي اني بصير خاري بصور لكم نادره. نادره بصورها. نادرة فسيلة نسيجية عمرها حاليا 11 سنة ثمرت وهي بنت 10 العام ثمرت والسنة ثمرت العام طلعت والسنة طلعت ورطبها اللي يفرق بينها وبين أي رطب إنها بلية طعام مبنى شو نخلة فسيلة نسيجية والحمد لله ناكل من رطبها حين من سنتين وشي من عجائب الدنيا السبع انك تاكل من الخلة رطبها بلي طعام فيها قعام عليها قعام لكن بلي طعامه. الحين انا ظهر لي تو قلت انا شو قلت لك؟ قلت لي هات الحبات بتاعت الفطار. انزين قلت لك لا قلت لك جيب الدواء مال الريوق بتاعت الفطار. انزين شو سويت انت؟ قعدت اقلب قلت لك ده بقول لك ده بتاع الفطار قلت لي قعدت عملت لي قضية. مش عملت لك قضية، قلت لك زي شقل مخك اقرا شو مكتوب؟ حبتين مع الفطور. انت عملت ايه؟ اديتني حبة يا واحد. حبات واحد. يعني شو هذا؟ انت ركبتي كل شوية قاعد تزعق، مش عارف ايه شقل مخك، مش عارف ايه اعمل لك ايه طيب؟ قوم شقل مخك، انت ما تدور شغل وظيفة؟ ده جديد. يعني انا اصبر عليه غيري ما بيصبر، بيقول هذا معتوب. يعني الحين تعرف مكتوب حبتين للفطور. ادي لك حبه يا خالد نظر دعس لا ما ادريش قلت لك ادي لك حبايه واحده يعني انا اخس ودعس عندي رقبه حبايه وسكتة تعمل والله انها مصيبه انا مصيبه حناش كل يوم ترى نفس الغلط كل يوم نفس الغلط هاللي تشوفونه يا الله انت باشر يقولوا لك ود اوراق يبا اوراق ود المكتب هذا 4 ورقات والمكتب هذا ورقتين ود هذا لا انا شاطر في الحاجات اللي زي كده ملكش دعوه يا عثرتها اللي بتضم انت عنده بيشغلونك في عزبه شو رايك؟ في عزبه؟ ونعمل عزبه عند غنم وياك برا حر
في مكيف في الصحراء. ترفع ايه دلوقتي؟ مش تقول لي طيب الحاجات دي ان شاء الله. كيف حالك؟ شو اخبار اليوم؟ بس هذا رطب؟ شو زغت انا والله. ينفعنا هالكريتينات؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي عند الباب نادر، خرفت منها لو بعدك؟ هاللي عند الباب مالتي اليوم ما خرفت؟ الحمد لله، لان حبينا نسوي صوره فيها. جبت كراتين؟ كراتين هاك يبن. Good morning مستر صلاح. Good morning. How are you my brother? وين بتصير؟ وين؟ وين بتصير صلاح؟ جيدة. بتصير داخل عندهم؟ شو أوراق ما شو هذا؟ خلاص. حقي أنا؟ إيه. زين وين الحبة اليوم؟ حب عودة. عودة. ها. هاي عودة؟ هاي ما بعودة. يعني لازم السرقة؟ شكرا. حبك. إيه إيه إيه. يلا ترياك. لازم يصير صلاح تردد يبقى بعد ياخذ وحده غيرها. يقول لك لا تسك، تسلم عليه صلاح. سلم طيب عليه صلاح، ما يعيب احب يحب على سطراته. ما تشوف هاي وخي باك تحب على راسه. يا بيصير عندهن داخل عند الحريق ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. بروح عند البابا صور نادر وبني. أتشا. أنت بتيل سني؟ ما بتأخر خمس دقايق. شو تبى تصوره أنت؟ بطول. وشو تقول له؟ بقوله إيه؟ لا مش بقوله طلع لي سريع، بقوله إيه؟ اضحك يلا. أيوة كده. صلاح. يلا عادي يلا حجستني. وينه؟ يا ويلك من الله. ليه؟ يلا يلا ودر التليفون بعد. شو تبغى تليفون؟ صراحة ما بتأخر زين؟ يلا. بارك الله فيكم. هاي بتسة عبارة حين عمرها 11 سنة. طلعت العام، عام الأول مطلعة. بنت 9 سنين بلغة. نادرة من الصرم النسيجي، من الصرم النسيجي. تمتاز نادرة إنها ما فيها طعام. ما فيها طعام، بلية طعام، ما فيها طعام، وطعمها غاوي كأن شكر، ها، بلية طعام، وشوفوا كم عذ بعذ، يعني مبنشو، هذه مبنشو، هاي صرمة مخلة نسيجية كاملة، طولها طول وعرضها عرض، اللهم زد وبارك وحفظها من كل عين من كل شر وضر، يلا. شكرا يا مهر، thank you. شكرا يا كابتن محسن. عفوا يا باشا. بعد باشا لحجنا لي اليوم شو ما شاء الله. بعد الردات شغال والدنيا ما شاء الله بهيوم، يعني كل شيء الامور طيبه، الامور طيبه. راح كل اللي داخل ابو تالي يشوفونا ونحن ما نشوفهم. يلا حاطين سيلم عاد الحين شو ما شاء الله. هذا كل يوم ثلاث وديات نحن ما شاء الله يجينا المطر، يجينا حين الضحى الساعة 10 وترد فينا حلبة الساعة 1 وترد فينا حلبة الساعة 3 يوميا 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 على هالحالة. كل حلبة مدتها 5 دقائق إلى 3 دقائق شو ما شاء الله. الحين عابي يوجه صار أبوي هناك يبرند الماكينة المعادية. حصان، حصان واحد يبن يغذي الدنيا هاي كلها. حتى 100 قالون ما نصرف على الماء طول اليوم. فالزراعة أبوي ترتوي من الورق تسجيع عمرها ومن العرج. أيام الأمطار ترتوي ترتوي الشير من ورقها، وأيام الشح ترتوي من عروقها. فلذلك وقت وقت الشتاء ما يسقون الزراعة زيادة. ها تعقبض التليفون. بس تبغى غسل يدي تعال يا الله يا لصقع. Your phone? Yes. You know where I find it? Where? المحسن باك. لا. والله العظيم. ولا ليه تعال مني. لا. صح.
والله هاو ايه اللي والله بكتب على ايه يعني الموبايل بتاعها لقيت لقيت فين اوكي بعدين طلعته طلعنا منين على حطيته في الشنطه مش طلعه يعني في الشنطه انا قلت لك الموبايل يعني في الشنطه اه شفتي اقول لك ما طبعي طبعي لو قصه وصبعي بطبيع ما يوز عن طبعه هو كان واقع هنا هو كان واقع اللي وداقه هو الشنطه انا قلت لك لقيت موبايل يلا 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 كرياتينات الاولى نفع عندك كرياتينات ولا لا ها. يلا اول هذا ده مش انت مش انت ما تعرف عطه هو يلا عاده يلا يا مهر هذا ان شاء الله بيصير دبي اذا الله جعلنا بالحلم ها لي مهني مكان طرف واحد لا طرف واحد ها كامل كبل كرتون يلا حط هذاك الحين ايوه زر فوق عاد الخشكار ايه هذا اللي حافظكم بأينا ريال اليوم يكود لها الرطبان حق يوديهم اياها هذا الخشكار كافي بعد شو كم بتكود ماشي مكان يلا شلب ويحطه طرف واحد سلمنا ابوي بدل ما نشتري ها بعد نكود هذا يستاهل الرجال ايوه حط على يم يوم بيجي ابوي ريال خلاف العصر عطوه اياه اي له هاي من مصر جايبنها ونسوها وحين هذا تو يلا اقول لكم شو اللي ايه خليني اتكلم انا كله انت شو تريد شو بلا الساعه 6 ما بساعه 6 الساعه 11 بروح عندي شغل بلدي من البلديه ان شاء الله البلديه العود اللي في داخل ابو ظبي وين الأول تدرون بخبركم عن معلومة تدرون مكان البلدية الأول شو كانت صناعية أبو ظبي شفتوا البلدية وين الحين هناك كانت صناعية والله العيب لحقت عليها روحي أقولكم اليوم وايدين اللي عايوني بخصوص الجيمات والشباب الجيمات هن القروس الصغار طريقة عيانة تختلف ومكونات العين تختلف وطريقة الخبز تختلف ومكونات الخبز روحها تختلف فنحن صورنا قبل طريقة العجن والمكونات أول بادي وعقب الحين سرت توني وصورت طريقة الخبز طريقة خبز الكباب وطريقة خبز القيمات المكونات بالطريقه بالعلم بالخبر كامل مره وحين بنزلكم اياه عسب افك امني من الصدع وديانه والمعاياه اللي ما توجف بارك الله فيكم بنصوركم طريقه خدمه نمونتين من الخبز اللي هو الكباب والقيمات الكباب حاليا قوطي خبيث الحين رقم واحد والمكونات هو نيدو ثلاث خواشيج خاشوقة مخمر خاشوقة بيكنج بودر خاشوقة قناد نعيم خاشوقة زعفران نعيم فنيالين شكر بيضتين فنيالين زيت مقدار قوطي ونص خبيص من الماء يلا هذا كله ينخدم بهالطريقة عقب ابوي عباس على دباس هذا على ما تشوفون ايوه بسرعة انقفض ايوه الحين اولا طريقه يلا بسرعه هاي طريقه خدمه الكباب المتعارف عليه وعقب ينضرب ابوي في ماكينه عقب ما ينضرب في ماكينه يرد مكانه ويتم لين يخمر كم مده التخمير؟ 20 دقيقه 20 دقيقه ياخذ 20 دقيقه طريقه كلها 20 دقيقه منها مره تخمر الأخير تحطه في الخلاط مولينكس وتشرخه مرة ثانية من عقب ما يذهب وترده في النمونة ما يحتاج نرويه في طريقة تحطه في الخلاط ما يحتاج المهم كان أتوقع أنه في الخلاط
اكثر بغبي اخي ينضرب بالخلاط يردون بحينه. يلا حسب كان شايف فلافيس ولا شيء ياكل فوز عنه. يلا بسرعه هذا الفيديو شغال ما اعرف ايش قال يبندون. سرعه سرعه بس عليك. ايوه ابدأ وحطوا الكمية التحديد حفيف اللي بس تخلص بسرعة. يا الله يا الله منك موناك وني يا الله بارد يو في حفيف بارد يو. يلا هذا الجبار خلوه طالت اعماركم ما يقارب 20 دقيقة. السوز يا مازين خلوه مكان دافي بالله يعني لكن يكون دافي يعني طرف المطبخ ولا شيء خلوه عليهم. يلا هذا عينة الجبار والحين طارت اعماركم عينة ال يلا يلا هذا المريس سح وممروس ومصفى. هذا للشو؟ هذا للجيمار. سح ممروس ومصفى. حد يفضل الفرق حد يفضل الخنيزي يعني الحين نحط خلاص خلاص عفيف ايوه خلاص سيب الابي اصفر هذا لا ينحط فيه لا همك الله ولا هم يحزنون فقط صح وماء وطحين غير ماشي. هاي طريقه هذا بعد يتخلى 20 دقيقه برد لكم خلاف وقت الخبز زين الاثنين بيخلونهم 20 دقيقة. حط عدال بالبير احنا فوق اي هذا الكبار وهذا الكبار اخير يوم غادي القرص حمر اكثر. بس عاد حفيد جلب هاي اللي كم من قرص خلصت من قصير بس يسد اسود ما ابغى من قرص حمر. هذا طريقه هذا الجيمات وهذاك هذا الفرق بين الجيمات والكبار هذا غير وهذا غير. يلا بارك الله فيك شكرا حفيد ثانك يو فيري ماتش ويلكم. الله يحفظكم صرف خبز الكبار ساعيناه لكم والحين صبة هذا حينة صبة حفير باشا هذا الجيم على حسب الحجم اللي الواحد يبغاه. فالفرق بين الجيمات والكباب حد يسوي صغار حد يسوي متوسط حد كبر راحت شف اليد يعني ها. وهذا ما تشوفونه هنمون غدا رشوا عليه بخوصه هينه طيبه مره ما يبال عباله ولا يبال صدع ولا يبال ديان مثل ما تشوفون قرص بقرص من يصير يحمر اطرافها من يبتدي يحمر جلبوه جلبونه في القرص من يصير يحمر من يشد خبزه هاي الصفة الأولية هذا القرص هذا الجباب الأولي اللي ريحته تضرب في خمرة الرأس. يلا وعن اللي يقولون بشاتشيركم ما يستعملون غفار نحن نقول ما ندعم الخدمة اللي فيها غفاز نحن أي خدمة فيها غفاز ما ندعمها.
صمغ برد نظر. الحين عادة طالت عماركم أدين الظهر إن شاء الله إذا رجع لنا الحين بنصلي بنتوكل على الله. متجهين إلى جزيرة الريم مستشفى بارجين شغل بلدي ما رمت ما وحالي تعايت ويا هذا أمس نزله في البرنامج هذا مع السناب شات حتى لو 5 دقايق ينزل كامل. أمس أغنية عيضة ما شاء الله يعني 5 دقايق ونزلت كامل واليوم صورت الفيديو وهذا ما طاع ينزل عدبني عذاب الله الأكبر. الحين احتديت إني أقطع دقيقة ونزلت ولا أعرف للتقطيع ليه اتصلت في الخبير ولقني واحدة وهنتين يلا سويته. المراد الحين نزلته مع خدمة الشباب والقيمات وبنحرك بعد شوية حين نصلي وبنتوكل على الله. الكرت اللي نزلت لكم اياه هذا مال هلب الحلوه اللي في صحن مال حلوه مزون اللي هي يتنا اخذنا منها للعرس وجسمنا شرق وغرب وهذه هذا الكرت مالهم اللي طلعوا يبون يعني عندهم مناسبات سبحان الله ولا شيات يرمون ياخذون الكرت ويودونه عندهم استوى عندهم عرس ختان يبون يصدقوا. ترى على فكرة الحلوة غير مربوط بوقت معين ضروري عرس ولا ختان ولا ملكة. ترى يستوي ابوي لادمي يطلب الحلوة اللي يباه ويجسم ما بغلط بدون مناسبة ما بعيب تفرح يارك والصاحب والصديق ما بعيب ما بلازم يكون حد معرس عندك انت وتاخذ حلوة ولا مصبح عيد أو أني يعني مصبح عيد وبتاخذ حلوة ما بشرع هذا ما بمذكور مرة الصراط المستقيم أنكم ما تأكلون الحلوة إلا كان عيد لا ما سمعنا بنحن الحلوة أبوي على كل وقت بتعطي بتجسم بتصدق بتأخذ كمية بتودي بتسافر بتفرح حد في سفارة حد في قنصلية حد من الطلبة بتاخذ فجأة عندك طيارة والله راد لك وزن زيادة عندك 200-300 كيلو تقول لهم أبوي نبى الحلوة الفلاني والفلاني والفلاني وتودي وتجسم حق على الطلبة. هذا كم يسوى الطلبة المغتربين يوم يجيهم لو على نص كيلو بيسوى الدنيا كلها. ما بغلط ما بلازم تكون مناسبة عندك إمكانية والله مرهي عليك لا والله بفرح أبوي اليار والصاحب والصديق وبجسم. انت ما بلازم حين تاخذ الشيء هيداه البطنك انت يوم انت ما تبغى غيرك يبى لا والله العظيم ارمسكم من صدق 100% رمسك ان الادمي لازم يعني انه بيفرح صاحب وهذا حلواهم من اخير الحلوى عندهم 5 دمى وبالاخص حلوى الدبس. حلوى الدبس عندهم شيء خيالي ولا نقطه ولا ذره شكر يحطون فيه بس دبس ريت وما لذها غير نمونه صورنها لكم انا هاك اليوم. الله عليك المسيد هذا سبحانك يا رب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك. شو محسن تحف معماري ما شاء الله شيء جميل ان شاء الله. الله بيوعدنا يوم من الايام الله بنصلي فيه ونصوره للعرب ان شاء الله. شكل وايد ملفت للنظر معماريته هندسته النوع الجديد يعني شكله يعني مش من مال الصلاح الايوبي وهذا الديزاين اللي غير هذا لا شيء حديث شكله وايد جميل. نحن بارك الله فيكم حاليا في جزيرة الريم متجهين الى مستشفى بارجين باجي 4 دقائق تصوري تريح هناك وقلت له دقيقتين وتأخرت عليه شبيت ريح بلا الطريق ترى ابوي ما بضلاله يوم تبوي عدالها 3 الابراج تلف ابوي يسار تلف يسار تظهر ابوي سيد اظني فيه هنا المستشفى العلم عند الله
ثلاث الابراج ولا على اليمين كان هي حبله في سعر. هذا ابوي مستشفى بارز اكيد يينا غلط يعني دخله بالاساس وكبرها غلط نحن دخلنا غلط سامحونا هذا يا رب يا هنشور يا هيدنيا حامد حلهم ابوي على ما شوفه. السلام عليكم كيف الحال؟ هذا ابو المدخل مركز كيف الحال؟ كيف انت؟ الله يسلم الله يسلمك ما شاء الله ما شاء الله how are you؟ ما شاء الله الحمد لله اي you remember me صح؟ اهلا فيك ذكرتني زي ما زي طبعاً ولا لا طبعا 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 قبل كم صلنا شي شهرين تقريبا شهرين ونص شهرين ونص تقريبا سوينا جوله طويله عريضه رائعه كانت اي والله كانت حلوه دائما وجودك حلو بيكم جزاك الله خير مشكورين على هالصرح العظيم هالشيء الجميل اللي كان من قبل ثلاث شهور وحينه ما شاء الله توقعت اني بي بلقط يعني شيء عاده في دول اللي أسير الهدوم تلقط شيء أول ما يتم افتتاحه جميل ومبهر لكن بعد فترة تلقاه يتدنى نحن نزداد جمالاً اللهم تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ لأنك أنت في بلد لا ترضى إلا أنها تكون رقم واحد في كل شيء بلد جميلة والله جميلة والله يخلي جزاك الله الشعب حلو الحمد لله تعرف شو قلت لهم؟ قلت لهم طفوا الموسيقى لأن أنا الفيديوهات أنزلهن على اليوتيوب فالفيديو اليوم يكون فيه صوت موسيقى ما يطيعون ينزلونه عندي حق في الفيديو فيحتسب لصالح صاحب الموسيقى فأنا ما دريت إن لايف فيوم بندو قلت لا ترى فقيرة خلوها هاي ما دريت بأنها هي ستعزف وحاطين يعني ما تقول ما تحرى عمرك أنت في مستشفي شوف ما شاء الله تحرى عمرك في لوبي أحد الفنادق الفايف ستار سبحان الله سبحانك يا رب الأول من تدخل مستشفي يجيك اكتئاب الحين تبارك الرحمن تدخل مستشفي ما بدك تظهر من الرقي والترتيب والنظافة يعني شيء وايد جميل سبحان اللي غير الدنيا كلها المدير الطبي الله يحفظكم دكتور فادي دكتور فادي شو قلت لي اسمه ابوك فادي بلدي ابوك اسمه بلدي ابوي اسمه ادغار ادغار على شو يعني بلدي بلدي يعني الاصل من البلد اللي نشأنا فيها انا سوري امريكي والله والنعم الله يخليك لكن دكتور فادي بلدي يعني غدينا على نفس الشيء يعني ما فادي ادغار بلدي فادي ادغار بلدي بالضبط يعني ما بابوك اسمه بلدي بابا كان اسمه ادغار الله يرحمه ادغار بارك الله فيك دكتور فكره عامه عن مستشفى بارجيل اللي في جزيره الريم نحن جراحه اليوم الواحد عندنا عيادات مكتمله من كافه الاختصاصات نعم. موجودين بجزيره الريم مثل ما تفضلت اخ خالد وعندنا اختصاصات بتشمل الطب الداخلي طب الأسرة جراحة البولية جراحة العظام وتقويم العمود الفقري عندنا طب الأطفال والنسائية والتوليد أشعة بكاملة جهاز الهضمي وأمراضه الأمراض الجلدية والتجميلية وعندنا علاج فيزيائي وعندنا علاج الإيروفيدا اللي هو العلاج الهندي التقليدي اللي راح نحكي عليها هلا بالتفصيل هذا وايد ضروري دكتور تخليني ازور القسم هذا 100% انا جيت الودي اللي اختفت المره اللي طافت اكيد يا غير قال كل حد قالوا انت ما شرحت لنا بالتفصيل اهم شيء انا اليوم عاني عسب مال اوربيدا نحن خدمتكم وايد ضروري الله يخليك دكتور زين ويقولون شيء جهاز انتم تتريونه جهاز لتقويم العمود الفقري نعم. اللي راح يكون ضمن الاختصاص جراحه العمود الفقري والجراحه العصبيه لتقويم العمود الفقري وافات العمود الفقري باشراف اخصائيين ممتازين هل ان الجهاز هذا متواجد في الدوله
عند حد غيرنا؟ متواجد حد؟ متواجد بالمشافي الحكومية الكبار يعني كبيرة. المستشفيات فقط بالمشافي الكبيرة. مال الحكومة الكبار. بالضبط. يا غير المستشفيات والعيادات مش متواجد. إلا عندنا إن شاء الله. متى بيوصل؟ إن شاء الله خلال شهر أو شهرين بيكون. شو يميز الجهاز هذا؟ تقدر تاخذ خدمات كثيره للتقويم لعلاج الافات المزمنه وللالم من حتى اذا احتاج المريض لجراحه اليوم الواحد مع معالجه فيزيائيه سريعه بيقدر المريض يحصل على نتائج سريعه ومطمئنه وجيده. شو اسم الجهاز؟ جهاز التقويم العمود الفقري. سبحان الله. دكتور فادي. دكتور فادي كم غرفه عندكم؟ كم غرفه والمال التخدير عندنا مال العمليات وكلها تحد لي. عندنا 63 غرفة، 63 غرفة. نعم. المركز ضخم، يعتبر أكبر أكبر كمساحة، أكبر واحد بالشرق الأوسط حالياً. من أي ناحية؟ من ناحية المساحة ومن ناحية الخدمات المتوفرة فيه. نعم. وعندنا جراحة كاملة، عندنا 3 عمليات جراحية و3 غرف للتنظير الهضمي اللي بنسوي فيه كل الخدمات. نعم. وعندنا فريق أخصائي للتخدير جاهز ليساعد المريض بجراحة اليوم الواحد اللي فيه المريض يروح على بيته نفس النهار، بحيث انه يقدر ينام ببيته بنفس النهار، وهذا بيخفف كثير من خطورة الالتهابات والاختلاطات بعد العمل الجراحي. الله العين دكتور، بالرغم من اسمك خفيف لكنه صعب. لا ابدا ما هو صعب. هلا مرت جاي بتحتضن. فادي ادقر بلدي. بالضبط. لا فادي بلدي ادقر. فادي ادقر بلدي. يستوي. لا تطلع لفوق. يلا قبل ما نطلع في لفوق، انا متى جيتكم؟ قبل كم شهر؟ 3 شهور. 3 شهور. شو الفيدباك من بعد زيارتي؟ الصدق الفيدباك كان رائع الحمد لله. وجودك كان يعني غنى عن تعريف يعني. اللهم لك الحمد. كثير ناس يعني تشجعوا واجوا لعنا، ونحن بس يجوا لعنا بنعرف نحتفظ فيهم. بدنا اياهم بس يصلوا لهون. كان السؤال كانوا ما بيعرفوا العنوان. هي والله فلازم يا اخي انا حيدني حطيت العنوان. نركز انه نحن بالريم ايلاند بالضبط بين الارك والجيت تاور. يا سلام. هذا شو يعني؟ هذا يعني هي معروفه، هالتاورز معروفين بالريم ايلاند. وموجودين نحن على جوجل ماب. ايوه. حطوا برجيل داي سيرجري، برجيل داي سيرجري سنتر ريم ايلاند. زي بالعربي شو يحطون؟ برجيل مركز جراحه اليوم الواحد. في جزيره الريم. جزيره الريم. وسيدي يجيبهم الجوجل راسا بدون اي مشاكل. بارك الله فيك. شكرا. الله يخليك. والله الممنون لك كثير استاذ فادي. الله يخليك. او دكتور فادي. الله يخليك. اي والله كله كويس. حق وين بنصير اول بادي؟ اول شيء نبدا بالايروفيدا هلا. هي. اللي هو الطب الهندي التقليدي. هي. بعدين بنروح على على قسم الجلديه والتجميل، بعدين بنروح على قسم الهضميه ان شاء الله. ان شاء الله. اللي تشوفه نحن جاهزين. نعم. يمتاز سيدي من العذاره ليرمس، ما بين هنك البدر تاضي وجنته حلوه. تعرف هذا منو؟ لا والله. يلا توكل على الله. تفضل دكتور. يلا بارك الله فيك. دكتور فادي سامحني ترى انا مش اعلامي، لكن احب ان اتغمص شخصيه الاعلاميين. ادري بان الاعلامي شغله طويله عريضه. دكتور فادي اللي. اوكي الحين نحن وصلنا قمه المستشفى. المستشفى هاي الاقسام باختصار كم قسم عندكم وشو الدكاتره اللي فيهم؟ من على اليمين هذا الايروفيدا رايحين لعنده هلا. هذا نحن سايرين زين بالضبط. بعدين العلاج الطبيعي، بعدين عندنا امراض المساكل، مسالك البوليه. نعم. اذن انف حنجره والعيون. نعم. بعدين عندنا امراض الجلد والتجميل. أه. بعدين هون على اليسار في عندنا العيادات السنيه. شو يعني عيادات السنيه؟ امراض الاسنان. عياده الاسنان. بالزبط. ايوه. بعدين خلفنا تماما قسم الامراض الهضميه مع التنظير الهضمي. وعلى اليسار هو مركز الجراحه مع كل غرف الريكفري اللي هني هذا والانعاش. ايوه اللي بيمتد. تعال سوينا حق اخوي صلاح عمليه. بالضبط. عمليه اخوي صلاح. بالضبط بالضبط. هون مع دكتور حسان. بالضبط. على اليسار العمليات وعلى اليمين شو؟ على اليمين هو الامراض الهضمي والتنظير الهضمي. ما المناظير. مناظير اللي نروح لعنده بعد شوي. زين. شكرا جزيلا دكتور فادي. وسهلا فيك استاذ خالد. شكرا. شكرا. هذا طب التقليدي بورفيدا. بورفيدا طب تقليدي عمره يزيد على 5000 سنه. الطب هذا يعالجون بالزيوت والاعشاب، حب مال الشيء العادي، لا بالزيوت والاعشاب بالطريقه التقليديه، مش بالشيء مكاين وما مكاين، لا
كله يدوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ محمد الجبني من الضيافة. والله مرحبا. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. مرحبا بك. اهلا وسهلا. طبعا عندنا الايرفيدا الطب التقليدي الهندي. نعم. اللي يستخدم في مركز برجيم، ويستخدم هو ايضا من 5000 سنة. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني في الهند. ويعني في طرق علاجية لا تحتاج الى الدواء، طرق علاجية كلها تريتمنت بالتدليك، تستخدم فيها الزيوت وتستخدم فيها الاعشاب. حد داخل حين؟ تفضلوا. اهلا. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. والله مرحبا. مرحبا. What's your good name؟ I'm Lishana. Lishana؟ Lishana. Lishana. ما شاء الله. You have very special name. Thank you so much. ما شاء الله. Let me call the doctor. Please. Please. طبعا يا استاذي في عندنا طرق علاجيه. دكتوره، nice to see you again after long time. I saw you. Hey, I feel you. سلام. How could I forget her? Hey, ما شاء الله. ما شاء الله. دكتوره، how is everything؟ كل شيء زين؟ Good. I forgot your good name. ايشوديا. 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 And you؟ ليشانا. All with ايش. Nice to meet you دكتوره. هذه الطرق العلاجية البدائية بالزيوت والأعشاب، بالزيوت والأعشاب لكل مشاكل الجسم، لكل مشاكل الجسم بالطريقة الصحيحة. هذا نوع بعد، يعني كل شيء يخطر في بالكم موجود وبالطريقة التقليدية. دكتور، what is that? This is hair pack treatment. Herbal For skin also disease, for scalp disease, psoriasis, and for dandruff. This is leaves. Yeah, that is medicated powder. We give a pack with the medicated powder, and then we cover with the leaf. أيوة. شو هاي يحطون الدويات ويغطون بورق من أنواع الشير، فيكون مفعوله ويحطون الزيوت، ويعني شغلة مش هينة. How long دكتورة؟ How long the people need to learn these things to be doctor in these things? Such treatment lasts for 1 hour. Uh-huh. No, no. I mean to be doctor as a normal. And become certified. Yeah, it's how long? Graduation. It's 5.5 years. Uh-huh. And we have post-graduation courses also. That is for 3 years. يعني شوف عشان الإنسان يقدر يعالج بين 5 إلى 8 about 8 years. 8 سنين عشان يوصل إلى مرحلة يقدر يعالج بالطريقة هذه، يعني مش اخذوه وغلوه. هاي الشغلة وايد طويلة عريضة، دراسة النوع هذا ويكون الإنسان يقدر عنده القدرة أن يعالج بالزيوت والأعشاب هذه. مش تعالوا وعالج، لا، طريقة الأعشاب واستخراجها حق كل شيء، for the headache and for the body. Such head and neck related disorders, we have other treatments. سبحان الله. That is called Shirodhara. أيوة. دكتور أشوريا، what the kind of problems you are doing? So we have different cases. About? Neuromuscular like. Complaints like neck pain, back pain, muscular issues, and related to skin issues like psoriasis and eczema conditions, respiratory problems, more of degenerative conditions. And each person's coming, how long this will take? كم ساعة ياخذ؟ First they will come after the registration. They will go for consultation for 20 minutes. After the consultation, I will be advising them what kind of service has to be taken. Based on the consultation advice, they can go for the treatment. Okay. تقول الدكتورة اللي يجي أول شيء يستضيفونه داخل في مكتب يا استشارة. الاستشارة هذه تاخذ 20 دقيقة، بعد ال20 دقيقة تقابله الدكتورة وتشوف شو اللي هو يحتاجه، فيبتدون العلاج ساعات يكون يوم، ساعات 10، ساعات 20، على حسب الإصابة اللي في الإنسان أو الألم اللي يانسه من عصبة، من ويع ظهر، من ويع في الرقبة، من أمراض جلدية، من صداع، من الشقيقة، هذا كله بالمساجات والعلاج. ما يحتاجون اي شيء لل ها شو الالواح هذه موجوده، ما يباله
سر وتعال. شيء وايد عندنا بكذي جايينا ما قبل. بصور لكم اياهنا هذا وانتم طالعوا وعد على هواك. Also, these you are doing it here, yes. Doctor. Okay. Yes. Now you will take me to inside yeah. to show me how to do. Yeah. Please. Come inside. Thank you. Yeah, you have very difficult name, Doctora. What's your name? Aishwarya. Aishwarya. Yeah. Bismillah. This is our treatment room. Here you are. This is the table. Where we do the massage treatment, including the head massage and foot massage. And the massage is for 1 hour. Uh-huh. 1 hour? 1 hour. Yes. After the massage, if you want to have steam bath treatment, this is another service. Steam bath. This is a new service. How the mal steam? So you will be sitting inside uh-huh. and the head will be outside. Aywa. So that is again for 15 to 30 minutes. Total, how long? Total 1.5 hours. So 1 hour and a half. To take this treatment. This is... One massage treatment. Okay. First, the first things, the people, they will come direct to the to this room. Changing room. يجون أول بعد الأدمي بدل ثياب حط سامان أبوي علق شيره وظهر سار أبوي وهذا الله يعزكم بعد يا أبو كمان ظهر منه روحه ما ودك تظهر من هالمكان ما شاء الله عليكم. Now, here the head, is it? That's no. Right. Ah. هذا الرأس. This side. Okay. And we provide towels for wash. أيوة. And we, this is another service. But and this is one specific herbal powder. After the bath, we'll put it on the forehead. Uh-huh. This is to prevent from any kind of allergies. هي بثني بيني بينكم. حق مضربة حال. After the bath, we will put that powder. Take a pinch of that powder and put it on the forehead. Okay. The Doctora, thing. This is, we are using it even in our country. We put yas, mhalab, za'faran as a perfume. They use it as a perfume. But not this one. What is the smell this one? It's a herbal smell. غير نمونا ريحته. يعني ما عرفت شو. لكن يحطون هذا here, in the head. And after that? After the bath. أيوة. Even in some conditions before the treatment. And what is this? What this for? Is another treatment. Uh-huh. This is called Dara stand. Uh-huh. What These for? These are all Sanskrit words. And this name specific indication is if a patient has severe migraine, sinusitis, allergies, we do this Dara treatment. Either with medicated oil, سبحان الله. هذا اللي بتشرح لنا اياه الدواء لويع الراس اللي مش طبيعي اللي لويع الراس اللي وايد قوي. What are you doing دكتورة؟ So we fill it with oil. Oil and the oil will continuously drip down. Continuously drip and it will dripping of oil onto the forehead of the patient. نعم. So continuously for 45 minutes. سبحان الله. يحطون نوع من أنواع الزيوت عندهم، هذا علاج من 5000 إلى 6000 سنة عمره، فنوع العلاج هذا إنه يقطر الزيوت على خمرة رأس البني آدم شان ذكر ولا أنثى، وبقدرة قادر رب العالمين يكون الشفاء على علاجه على إيديهم. دكتورة، how many rooms you have like these? So we have total of 6 rooms. The same. Three for female and 3 for male. أيوة. And how many persons doing the massage here? One person for one patient. Male for male patients and female for female patients. Aywa. And the patient, when he come, they have to see doctor. Yeah, first. How many doctor you have here? Daily, we have one doctor, myself. Uh-huh. And Sundays, we have a specialist. Okay. He Sunday? Doctor. Sunday, specialist. Sunday, specialist. Male doctor. Dr. Sham. Dr. Sham. And you are the other one? Other. The same? Daily, I'm available. Daily you are available and the other one? Sunday is Dr. Sham. Dr. Sham, she is coming. He is coming. Sham, lady or man? Male doctor. Male, Harma. Ladies. Male
Man? Man, man. Zain. Doctora, you will teach me, or not to teach me, show me. Show me how to use the herbal and the oils. You can? So each oil contains 5 to 6 herbs. They are processed and made into the oil forms. So you prepare the oils in the company. أنا أسألها أتخبرها أقولها دكتورة أوكي أتخبرها أقولها دكتورة راويني كيف قالوا لا نحن نحضر كل شيء له علاج معين وكل شيء له شيء معين لوقت معين لجهة معينة مثلا اللي للمفصل شيء اللي للرأس شيء اللي للعلبة شيء اللي حق الركاب حق اليدين اليد يعني كل شيء وله شيء معين انا اتحرى يخلطون هم يزهبون هذي يعني قالت لا نحن كل شيء قطعه في الجسم لها علاج معين من مكان معين. This is another service which is called herbal pack. Herbal bag. Yeah. We take herbal powder in this bag. We steam it. Yes. Dip it in oil and we do massage with this. أيوة. This is good for pain and stiffness. سبحان الله. ها من أنواع العلاج اللي عندهم. This is what for دكتورة؟ This is for fractures and this is done in India. شو هالطريقة؟ يا هو مريل. So, doctora? This is what you told me, yeah, what you show me. كل علاجهم بالأعشاب والزيوت. دكتورة أنا سألت الدكتورة وهي خبرت الدكتور فادي وحين بيشرح لنا شو العلاجات اللي يقدمونها المركز اللي أنا فيه هذا. الصداع بأنواعه مثل الصداع الشقيقة، أمراض المفاصل بأنواع أوجاع الكتف، أوجاع الركب، أوجاع العمود الفقري، الرقبي والأسفل الظهر، آفات الجلدية والآلام ما بعد الولادة عند المرأة الحامل. سبحان الله، يعالجون عنها؟ كله هذا يعالجون بالطريقة التقليدية. دكتورة، thank you very much. And it was good time to see you. And sorry about any kind of mistake language, but alhamdulillah you understand what I need, and I understand what my followers need. Very kind of you, and sorry to lose your time, and we are very happy to see you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. ما زلنا بارك الله فيكم في ريم آيلاند في مستشفى بارجيل الحين وصلنا عيادة الجهاز الهضمي. سارين عند الدكتور منو؟ عماد الرحماني أخصائي من أمريكا بورد أمريكي في أمراض الجهاز الهضمي. نعم. بيسوي تنظير علوي وسفلي مع التنظير الراجع وعنده كمان القدرة يحط البالون جوات المعدة لعلاج أمراض السمنة. زي نشوفه. دكتور عماد السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الله يسلمك. دكتور أنت حين ما شاء الله ريال عود وهالنمونة. أنت يوم كنت صغير أتوقع كنت يعني غير نمونة. الله يحفظك دكتور. نحن بناخذ من وقتك لو دقائق معدوده ولا يهمه اذا كان بالامكان. انا عاني لثلاث اماكن، انت ثالث شخص وقابل. اهلا وسهلا، جزاك الله خير، حصل لي شرف اني شفتك يا دكتور. الله يسلمك. دكتور عماد، خبرنا عن نفسك، اختصاصك، وين جاي، وكم سنه، وكل امورك. انا اسمي عماد الرحماني، انا استشاري امراض جهاز الهضم، دارس بالولايات المتحدة الأمريكية، عشت فيها 27 سنة، كنت أستاذ في جامعة، في ثاني أكبر جامعة بالولايات المتحدة، ما شاء الله، اسمها إنديانا يونيفرسيتي. ما شاء الله عليك. ومختص بأمراض جهاز الهضم، أمراض الكبد والتنظير. مناظير. مناظير. بكل أنواعها. كل أنواع المناظير عندي special training، يعني عندي اختصاص زائد في بالمناظير. ما شاء الله عليك. الدكتور، شو الأمراض اللي موجودة في أمريكا ومش موجودة عندنا، أو شو اللي موجودة عندنا ومش موجودة في أمريكا، وشو الشائع منها؟ أكثر الأمراض الموجودة بالبلد هون الحياة لها علاقة بالطعام والأكل اللي نحن بناكله. أنا أكثر يعني حوالي 40% من مرضاي عندهم دائما يا عسر هضم
أو انتفاخ وغازات، وهذا بشكل تقريبا أكثر من نصف المرضى. وهذا يعني الشيء غازات وانتفاخات، يعني عليك غازات وانتفاخات، وهذا الشيء ما كنا نشوفه بشكل دائم بالولايات المتحدة الأمريكية. أيوة. كان هون موجود أكثر بكثير. ظن السبب إنه نحن الأكل تبعنا مختلف عن الأكل الأمريكي، وبالإضافة إلى نحن عنا مورثات وجينات مختلفة عنه، فمو كل الأكل اللي هن بيناسبهم بيناسبنا، ومو كل الأكل اللي نحن بيناسبنا بيناسبهم. دكتور، يعني أغلبية الناس اللي يجونك المراجعين يشتكون من عسر الهضم والانتفاخات، نفخة وغازات. لا إله إلا الله. كل المرضى نفس الكلام، نفخة وغازات، وكله نحن فينا نحدد السبب، لأنه السبب كتير سهل اللي هو إنه إيجاده، إنه نحدد شو نوع الأكل اللي هن بيضايقهم، أو نحدد إذا عندهم مادة تبع عصارات، أحد عصارات الهضم تبعهم عندهم نقص فيها، وهذا بنعدله وبتزبط الأمور إن شاء الله. يكون لازم بفحص، فحص عنا، عنا الجهاز، نحن عنا أجهزة هلا بقدر أصدق على الغرفة مشان تحديد أنواع الطعام المناسب للأشخاص، بحيث إنه يأكلوا الشيء بس اللي بناسبهم، يتجنبوا الشيء اللي ما بناسبهم حتى يتجنبوا الانتفاخ. كيف الطريقة دكتور؟ نحن بيجي لعند المريض صايم، ونحن بنعطيه جرعة من مستخلصات الأكل اللي نحن بنظن إنه هو السبب، وبيخلي يقعد عنا. فمن تسوي له الفحص هذا دكتور يعرف شو الأكل اللي يناسبه، الأكل اللي ما بيناسبه الحقيقة، اللي ما يناسبه. أيوه. أو منحدد، أو شو هو اللي يسوي الغازات. صحيح. أو منحدد إذا كان عنده زيادة أو اضطراب بالبكتيريا بالأمعاء يلي هي بتعمل الغازات. أيوة دكتور، الجهاز هذا موجود عند في عيادات ثانية؟ أنا على حد علمي إنه بالشكل اللي عندنا هو نحن الوحيدين اللي عندنا عنا بهالجهاز هذا. في أجهزة بدائية أكثر من هذا. كحديث هذا أجهز أحدث شيء. أي صحيح. دكتور، شو طريقة الوقاية من الأمراض الخطيرة؟ مثلاً مثل عندك السرطانات، سرطان القولون، في ناس وليهم. صحيح. سرطان القولون هو الثاني أكثر سرطان منتشر في الإمارات العربية المتحدة. لا إله إلا الله. وبس الحمد لله الصحة، يعني إدارة الصحة في الإمارات أوصت للجميع المواطنين أنه بالبداية من بإجراءات الفحص الروتيني للسرطان اعتبارا من سن 40 سنة. نحن المريض بنقول له اللي بيجي لعنا لما بيصير عمره 40 سنة بنقول له يعمل أحد الفحوصات، يا أما فحص براز، والأفضل طبعا يعمل منظار للقولون. المنظار القولون بيحدد اللحميات الصغيرة يلي هي بتكون بداية لا سمح الله للمرض الخبيث. نعم. ونحن إذا شلنا اللحمية هذه السرطان ما بيجي إن شاء الله بإذن الله. يعني دكتور، أي إنسان فوق 40 ضرورة إجراء الفحص القولون أبدا، ويستحسن بالمنظار. أبسوليوتلي. هذا أهم شيء، أهم رسالة منا إلك إحنا، إنه أنت تنشرها للناس. نعم. إنه أي واحد ما عمل فحص إجراء القولون للوقاية من سرطان القولون إنه يقوم بإجراء. يعني مش ضروري يكون في ألم أو عور شيء أو في بوادر تعب أو شيء، من إليه. صحيح. لأنه إذا متى ما بلش الألم أو بلشت الأعراض بيكون الشغلة صارت منتشرة. لكن الأحسن الوقاية انك تسوي الفحص المبكر. صحيح. يعني عباره الفحص المبكر. صحيح. فما يستوي الفحص المبكر احسن دقه الا بالقولون بالمنظار. صحيح. ادق فحص سرطان القولون او للوقايه من سرطان القولون هي المنظار القولون، لانه المنظار القولون هو الوحيد اللي بيقدر يشيل بيشيل اللحميات اللي هي بتكون بدايه سرطان اللي هي نحن نسميها ثواليل. ايوه هذه هي ثواليل. ثواليل تكون موجوده في بعض الناس، هي بتكون بدايه السرطان زي ما نقول. ايوه، يكون من داخل الجسم. ايوه. وهذا يعني تعرفون هنا انتم اثناء الفحص. اثناء الفحص نحن بنشيله ونبعثه على التحليل، والفحص هو فحص منظار القولون، هو فحص جدا سهل، بياخذ حوالي 15 ل 20 دقيقه. نعم. بنعمله اثناء المريض بيكون تحت التخدير مشان ما يحس باي تخدير موضعي. يعني تقريبا هي موضعي، يعني هو مو تخدير زي بنجي العمليات، بس نحن بنعطيه تخدير يكون نايم تماما المريض، والفحص غير مؤلم لا اثناء ولا بعد الفحص، حتى بعد الفحص المريض ما بيحس
بيحس حاله انه هو عمل فحص وبيروح اليوم نفس اليوم بيمارس اعماله اليوميه. هب خلاف يوم تجيكم الاعواق تجون تربوا من حق المستشفيات، لا، لازم الوقايه خير من قنطار علاج، الوقايه خير من قنطار علاج. فلذلك الدوله اللهم لك الحمد توجيهات من الحكومة الرشيدة، يعني الله يحفظ إن شاء الله شيوخنا الكبار والصغار وأولي الأمر أن تحفظهم وتبارك فيهم، أن معطين أولوية لصحة المواطن والمقيم. فلذلك أي إنسان ما فوق 40 مفروض أنه يسوي فحص للقولون المبكر، ما فوق 40 وايد ضروري، لأن منتشر بصورة وايد كبيرة سرطانات القولون. فهاي السرطانات تقدر انك مش من بعد ما يجيك العوق هالساعة ما شيء فايدة، ما ينفع سمونه بتشد خفي الهواء ما شيء فايدة، لازم انك تلاحق عمرك قبل الشيء وبعده. شكرا جزيلا دكتور. شكرا، وفرصة سعيدة حبيب. وبارك الله فيك. الله شكرا على الكم الهائل من المعلومات اللي اعطيتنا اياها. وما جور ان شاء الله، والله يسعدك ويخليك. شكرا 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 دكتور. دكتور فادي. ايوه مساك الله بالخير. الله يخليك. وين تبارنا الحين؟ جلديه وامراض التجميل عند دكتوره رزان اخصائيه من المانيا مع البورد الاوروبي وشاطره كثير بامراض الجلد. ضروري نصير حق الدكتوره رزان. اكيد اكيد. لان كلنا ابوي يعاني من البهاء ويعانون ابوي من النمش وتساقط الشعر يعني. الشباب طبعا. وين الحين دكتور؟ تفضل على اليسار. عياده الجلديه التجميليه. السلام عليكم دكتورة. هلا فيك. كيف حالك دكتورة رزان حميدة؟ يا هلا فيك. يا شو اختصاصك دكتورة؟ استشارية أمراض جلدية وليزر ميديسن وكوزمتيك. اوكي بارك الله فيك. دكتورة شو تقدري تفيدينا؟ بعيادتنا عم نحاول نجمع ما بين الميديكال ديرماتولوجي الأمراض الجلدية بالإضافة للعلاجات التجميلية. العلاجات التجميلية مع الليزر هي بالسكشن ملحق بالعيادة. بتشمل على الليزر هير ريموفلز كل انواع ازاله الشعر، في عندنا كمان الليزر اللي بنعالج فيه البهق والصداف. نعم. بالاضافه والكلف دكتوره كمان بالنسبه للكلف عندنا ديفرنت تكنولوجيز. يعني نحن ممكن نعالج الكلف بالمقشرات الكيميائيه. ممكن في عندنا اجهزه بتساهم بالمحاليل اللي داخلها. نعم. بالتبييض ممكن في عندنا كمان اثناء جلسه بين والديرما رولر مع مواد مبيضه اللي بنحسن نعمل لها انفيوجن داخل البشره. ايوه. وبتخفف الكلف. شو اكثر المراجعين او المراجعات رجال ولا حريم؟ طبعا النساء اكثر من الرجال. تقريبا نسبه الرجال بعيادتنا 25%. يعني في والترند عم يزيد طبعا لانه مثل الامور اللي بتزعج. شو اكثر النساء اكثر الرجال. هي اكيد هي زين، ما حد ما يبغى يكون زين كان ذكر ولا انثى. زين دكتورة شو أكثر الحالات اللي تيج؟ أكثر الحالات بالنسبة لمنطقتنا العربية هي حب الشباب بالذات بالأعمار المتقدمة يعني اللي بيضل مستمر مع النساء بسبب التغيرات الهرمونية بسبب الاستعمال الخطأ كمان لمواد المستحضرات التجميل. هذه المشكلة. هذه المشكلة. الميك أب وعدم إزالته بالطريقة الصحيحة وعدم تنظيف البشرة بالطريقة الصحيحة أو المنتظم. بالنسبة للرجال طبعا حالات التصبغ حالات الكلف بالإضافة للأمراض الجلدية يعني مثل الصداف مثل البهق كمان الأكزيما هذول من الشغلات الرئيسية. سبحان الله. الرجال بيتعلق طبعا أمراضهم ب أمور تانية غالبا أمراض داخلية غالبا بناخذ استشارات من الاختصاصات الأخرى اللي عندنا. نعم. هل علاج يطول دكتورة مثلا اللي عنده النمش أو الكلف هل إنه يطول؟ إجمالا الكلف له أنواع كثيرة. إذا كان الكلف سطحي وعابر بسبب تغيرات هرمونية عابرة بسبب الحمل أو إجازة صيفية بدون وقاية للجلد فممكن يكون العلاج بسيط قصير المدة وسهل أكثر شيء. بس غالبا عم يكون الكلف على متوضع على طبقتين من الجلد سطحية وعابرة بيتأخر العلاج ومو
بيتأخر بسببنا بس هو مراحل متعددة. إحنا ما بنحسن منعالج الجلد بإجراءات تكون عنيفة وأجريسيف، لأنه أي شيء بيؤدي لالتهاب واحمرار بالجلد حينتهي بكلف أكثر. سبحان الله، لو كانت الإزالة موجودة لكن رح يرجع وبقوة. دائما بننصح المريض بمينتيننس تريتمنت، يعني محافظة على العلاج مع الدكتور لفترة طويلة، منضل نعالج بطريقة خفيفة بالإضافة للإشراف على الوقاية وعلى المستحضرات التجميلية اللي عم تستخدمها المريضة. بارك الله فيك دكتورة، شكرا جزيلا، وسامحينا أخذنا من وقتك الكثير، لكن وقتك قيم وندري أن ناس وايد يتريون، لكن ايش بنسوي، نحن محتدين وجايين من مدينه محمد بن زايد. شكرا دكتور، بارك الله، شكرا شكرا شكرا. الحمد لله دكتور، نبغي عنوان الناس تستدل على المستشفى كيف. اخر مره نحن حطينا العنوان، اتوقع حطيناه، لو ما حطيناه نحن حطينا العنوان، لكن يا اخي ما حد استدل على المستشفى. كيف الناس تستدل على المستشفى بدون الرجوع الى جوجل؟ I need you. I need you. I saw you. ها دكتور؟ جزيرة الرين. يعني اللي عم بيسوق بيقدر يستعمل الجيت تاور والارك تاور. نحن بالضبط بين الارك والجيت تاور. فموضوع كتير كتير بسيط، يعني جزيرة الرين بين الارك والجيت تاور مقابل الصن وسكاي، المنطقة كتير كتير معروفة لكل الناس اللي عايشين بها. شكرا جزيلا بارك الله. لكن لازم نبقي كارت او موقع مصور عشان تصوره، وخلاف اللواد متعرف 100%، لان الدكتور وايد ضروري. هذا ما وايد عندكم اقسام مش موجوده عند اي عياده ولا في اي مستشفى في الدنيا العوده، هذا بالاخص هذا مال الطب التقليدي الهندي. اورفيدا ايروفيدا اورفيدا اورفيدا، هذا دكتور وايد شيء مهم والعالم كلها تحتاج له. الناس تعبت دكتور من العلاج، من العلاج الجراحي واللزقات، والناس تفضل الشيء التقليدي. صحيح، جزاكم الله خير دكتور على هالإنجاز العظيم، شكرا جزيلا. لازم تعطيني الكرت او خلص. المكان اللي العرب تستدل خلاص. زين، وشو البطايق اللي تغطونها؟ نغطي تقريبا كل شيء موجود بأبو ظبي من الضمان والثقه. بس ابو ظبي ولا جميع انحاء الدوله؟ جميع انحاء الدوله المعظمه. جزاكم الله خير، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. كل البطايق ثقة والثانيات كل البطايق في الكمرشل الثانية. بارك الله فيك. كلكم قطنا الريال هذا الله يحفظكم، ما شافني من أيام دين زايد. من أيام دين زايد؟ أنا صغير عنك. زين ما عليك، من أيام دين زايد. واستعجبت أقول له لابس سبورت. ظهر تدرون وين ساير؟ صاير عند ربيدة اللي تونا كنا فيه. زين ربك استفدت منه. الحمد لله رب العالمين. تستاهل. انا عارف الشيء هذا طال عمرك، كنت في بنغلور في الهند. نعم. اتعالج يوميت هناك، اخر يومين لقيت رجال من هالعين وسرت لهم، بس عاد يوم واحد. انزين. والله الامور طيبة الحين، عند هذول 10 جلسات الحمد لله. تستاهل. طيبة. لو شو تانس؟ عندي ركب. زين وحين خيارك؟ اي طبعا. تستاهل. ومكان زين ونظيف. علاج زين. ونظيف مكان زين. يعني استفدت انت. الحمد لله رب. تستاهل. الحمد لله. اللهم لك الحمد. احنا تونا سرنا سوينا لهم تغطية، طالعنا علاجهم، عسب الناس تستفيد منه. صحيح. الناس لا تستفيد. وهو في فايدة بس يبقى الصبر. الصبر. يبقى لك يعني مال 10 جلسات هالشكل تحس بالفرق، أحسن من الأبار. شكرا شكرا، جزاك الله كل خير. الله والله يعافيك ويعفو عنك. امين. وما تشوف شر. امين. زين ما بتخبرني الحين، انا ما بخليها في فؤادك. لا تقول بقول لك انا منو. انا ابوه. ما بقول لك. انا من 40 سنه وين بتذكر؟ من 40 سنه الله يرحمه. من مدينه زايد. انا مواليد 90. نحن ظهرنا طال عمرك من مدينه زايد قبل 42 سنه. زين. ديرنا البطين 38 سنه. زين. زين وين بتذكرك عاد هنا؟ والله خليها بفؤادك يا ربي، بيتم في خاطري. سلم لي على صلاح. السلام عليك. يبلغ لا خليتهم. شكرا. ساعة طيبة اللي شفتك. ساعتك طيبة. الله يجزيك خير. ما تأمر شيء. شوفك لا خليت. الله يحفظك. الله يحفظك. بنتغدى في الشمس مول. هاي الشمس انا ما شديته اول مرة هي. ودانا ان شاء الله بيكون فيه. في وين؟ الشمس مول. وناس هالابراج ونطحات السحاب. شيء زين يلا، وهذا شمس مول. اللي ما تدي هالمول ولا درابه وين ارضه وين سماه، يقول لك يميع المطاعم ويميع الاشياء كلها عندهم. نحن ما نعرف الا داون تاون نص البلاد.
ولا تدين هالأماكن كلها. لا لا طول العرض ولا تديناها نحن هالأماكن. شيء عدة مطاعم عربية وساوث أفريكا ما أدري شو كل شيء عندهم. لكن من المطاعم اللي عدت لفت انتباهي مطعم عدت اسمه مطعم تايلندي، وأنا أعشق الأكل تاي فود. تاي فود أنا أعشقه من الأساس. الحين إن شاء الله بنصير نتغدى عندهم. What's my order? For your order, one tom yum with prawns for you, one papaya salad with prawns for you, for everybody 32 pieces sushi, then two orders of the coconut soup with prawns for them, one Thai beef salad to share for them, one pandan chicken, one for the noodles, one pad kee mao vegetable for you, very less oil, and then for dessert, three mangoes. Thank you very much. With the dessert, sir, we'll serve it later when you're almost finished. Inshallah. Yeah, inshallah. Thank you very much. And then for the soup, I'll serve it first. Yes. Yeah. That's the fair thing. The soup. Yeah. And first after, thing. Yes. Yeah. Okay. Thank you. Right. And one sparkling water. One sparkling. No ice. No. No ice. No. No, ice, no lemon. Okay. Thank you. Thank you. إيه محسن. نعم. إيه الطلبات الجميلة دي. تحفة تعرف. ولا حاجة أجابتها. هذا فيديو اللي حب انزلكم اياه تغطى اثناء الانتظار الدكتور كان عنده حرمه ودخلت على محسن يلسنا عليه في النصيفه رجال على يساري ومحسن دار على يميني فاشوف الرجال متلحف ملحف وجهه ويطالع محسن الحين ابى اشوف القصه الرجال انزعج من لون انت انزعجت من لون الوردي هاللي لابسنا خليه غيره خليه يطلع برا لا 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 شفت غمضت عينك خفت من اللون لا لا مش من اللون مزكم شوي ما عليه ايوه سامحني تحرت من اللون لا سلامت خيرك اكيد اذا من اللون بخليه يطلع ما عندي مشكله لا لا ما اكيد من يمين الشارع ها يمين في الشارع ها محسن حلو السوشي؟ لا حلو فرح. ليه؟ مش بحبه أنا أبو سمك ني ليه يعني؟ منك مش هتحبه ما بتحبوش هتاكل 90% من اللي موجود ده يا راجل هتشوف دلوقتي هتشوف لا في محل وامشي يلا ايه رأيك؟ حلو؟ لا كذاب يلا 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 وراها وراها كمل 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 يلا انه وقعت لي لا يا رجال هذا الناس تاكل تتمناه انا مش عايز انا مش عايز يلا 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 هذا يجيب العافية يلا العافية يلا بعك وراك هالقطع ها انت قرب ده يا محسن نعم ده تحط ده ده وقت ده ورد لا مش ورد بل هذا لا نوع من انواع التونه انا بحط لك انا بحط هذا كتير تعمل مش تعمل يلا واحد اثنين ثلاث ايه رايك نعم حلو مش عارف مش عارف ليه؟ لا لا يلا بلع 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 عيرك رايح فين؟ انت فين يا محسن؟ الحمام حرام عليك كل ده؟ كل ده؟ لا لا تكمل غدا لا مش هذا لو مش رايح حاجة مش عايز فوبيا من السوشي محسن الناس تتمنى سوشي انا مش عايز يا عم انا قلت بحيلي يا عم انا باكل كبده وسجق وحواوشي مش عايز كبده وسجق وحواوشي مش عايز مش عايز محسن المفروض يكون عجبك ده هو اللي عجبني
ده اللي اديته لك اخر حاجه. ده ايه بقى؟ ها؟ ده يحطوا ده شويه من ده وشويه من ده على واحده من دول وياكلوه. ده لا بالانا وش لكم هذا مطرش الله يحفظكم من هالبريح هل بالعطر اللي شاركوا في اللي في العرس قلنا احنا ابوي ما بدنا شيء قال ابوي نحن شفناكم اصلا انتوا يا هل المعرس ما بدكم شيء لا انتوا ولا اللي جايينكم ضيفانكم هل الدمام لكم فالكم طيب ما وعينا اليوم اللي مطرشين ابوي جفير مبزور لين عينه هذا اللي مطرش من هلب العطر هل كانوا في عرس ولدي احمد قابضين قسم العطر يعني طرشوا لنا ابوي هذا اللي تشوفونه اللي هو عباره عن العطر مال العام زايد طرشوا كميه كامله هاك اليوم ما ادري كم 1500 مضرب ما شيء تم ما انا واحد ما روحت منه روحت منه اول ما يابوه شيء عادي عندهم من الكبار هذا حقي المضرب العود اللي هنا والمضارب الصغار قالوا اعطوهم اعطوهن هل الدمام يجسمونهن هناك والله ممزور جفير لين عينه وهذا كرتب كل انثنى وكل شكر على ترتيبهم وشغلهم كان زين ومرتب وقاموا بالواجب وفوق عن الواجب اللي قاموا به فوق عن الواجب فوق عن المعتاد فوق عن المتعارف عليه بيديهم وريوهم اشتغلوا ما قصروا هذه الشركة ليفردوس ما قصروا بيض الله تويهم يا الله يحفظهم يبارك فيهم يرزقهم حيث لا يعلمون ايوه يلا يلا ود هناك ود هناك عندنا ها وهذا ابوي جاينا اهداء من منزل احمد سيف القبيسي جايتنا هالرطيبات من عندهم هالرطيبات تحراها نح من زينها مبرد خروف معدل محطوط في كريتينات على ما تشوفون شوف ما زينة تحرى برار من زينة اسبوع عروس سبحانك يا رب اللهم لك الحمد الله يطرح لهم البركة في حلالهم ورزجهم أحمد بن سيف البيس هم إيراننا هم عدالنا هم وين سكون الله أعلمكم مشكورين ويزاكم الله خير أعرف أنه من المفروض أني أخبر موقعي ومكاني وين وأنا وين وشو سويت وين خاتل هالحفلة تدرون أول مرة بحياتي أردت عقب صلاة المغرب جاي من جزيرة الريم مرة من طحن وماس وجف طعام التعب تعب ارهاق اليوم زيادة على اللزوم تعبان فطحت طيحة حمالي والحمد لله رب العالمين مشيت بخير وسهالة وصليت العشاء ويت الجمل لو انه متأخر يا غير مش مودر انك ما تودر التمرين هذا وايد انجاز كبير وما تتعايز لانك انت تعايز تودي فتازم كل يوم تتعايز وباشر وراي سيرة دبي فبرد عقب المغرب فبتكون يأتي متعبة فما بروم أتمرن في احتمال فلذا قلت في خاطر مدام في يهبه اليوم أتوكل على سيرة دبي إن شاء الله بتكون إذا الله جعلنا من الحيين إيجابية راح تكون لموقع مميز مكان مميز عند ناس مميزين تستفيد منه البلاد والعباد يفيد المواطنين يفيد اللي مسوين مشاريع كبيرة وصغيرة ومتوسطة هذا كله إن شاء الله بيكون بكرة البرنامج التعريفي للمكان هاللي أنا ساير أزوره وإن شاء الله بلش يكون الشرح تفصيلي وواضح باللي الله مقدرني عليه وكل شيء على الله يلا برنامج صفاء كابتن ما قصرني عدالك المهم كابتن في معلومة أنا عارفها ويا ريت تجاوبنا عليها اللي هي شرب
الماء البارد وقت التمرين او شرب الماء اللي 70% منه ثلج، هل هذا ضار ولا نافع ولا لا؟ هذا نافع، لان في الماء البارد لما يدخل الجسم الجسم بيبرز ماده بيحرق فيها او بيدفي البروده، هذه بتحرق الدهون اللي حوالين المعده. يعني هذا يعني شرب الماء البارد وايد يفيد اكثر عن الماء الدافي اثناء التمرين وغير التمرين. بالضبط، يفيد على اي وقت، يعني يعطي الجسم دافع انه يبذل مجهود انه يكافح هالشيء البارد وايد اللي يعني فلذلك يحرق كالوريز. بالضبط صح. اي شكرا جزيلا. الله يسلمك. شكرا كثير، مع السلامه.